الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد-19 لهذا الأحد 14 يونيو 2020. 61 عينة تم فحصها. 2 حالة إصابة جديدة سجلت في جيرا. 2 حالات شفاء ليرتفع العدد الكلي إلى 720. 1 حالة وفاة. عدد الوفيات 73. 57 حالات مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 مارس 2020 850، من بينها 226 امرأة. والأقاليم المصابة هي أنجمينا 757، البطحاء 4 حالات، شاري باجرمي حالة واحدة، ينادي شرق حالة واحدة، جيرا 16 حالة، كانيم 18 حالات، البحيرة 5 حالات، لوجون الغربي 12 حالة، لوجون الشرقي 8 حالات، مندول حالة واحدة، مايوكبي الشرقي 3 حالات، شاري الأوسط 11 حالة، سلا حالة واحدة، والداي 6 حالات، وادي فيرة 6 حالات. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين إلى الهدوء والتضامن واحترام القرارات والإرشادات، وبالأخص التباعد الاجتماعي. وفي حالة ملاحظة علامات مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس، اتصلوا مجانا على الرقم 1313. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا جميل.